نزهة حسن حسين ياسين الزيب. بتذكر الزيب، بتذكر روحت على فلسطين أنا إسا بالاجتياح، حجر المعصرة بالبحر، بيت دار عطايا عاملينه ورقة، هاي شو اسمه، حاطين فيه غراض من الزيب ضابينها وحاطينها متحف. بلطات الكبة، اللي بده جرن الكبة يروح على الساحة، كل جرانة الكبة حاطينها بالساحة. مجنة البرجاوة أنا مسكتها بإيدي وهيك فركتها كمان، قلت لي دخل الله بدي أمسكها، الدنيا تشتي عليها وهيك تلمع. وعاملين الزيب متحف، شايف الساحة والطرق بالزيب كلها زارعينها زارعينها، وبتمشي بتمشي كله على بلاط، عاملينها متحف. يعني الجامع محل ما بده يوقع الحيط جايبين الترابة وحاطين له اليهود، المزراب حاطين له لقوي. يعني محافظين عليه كثير، بس مشارطين شرط شريط حاطينه بين الرمل وبين البلد، حاطين الشريط. وكانت زمان العالم يقضوا العروس والعريس على البؤباء، يقضوهن على البؤباء، يركبوهن على الفرس ويقضوهن على البؤباء، يطوفوهن ويجيبوهن. وفي عنا المغازي، المغازي زي البركة، زي بقلب البحر زي بركة المي، كل بتطل عليه كل ساعة بتلاقي لون. كانت العالم تتبارك فيه، واللي ابنها يمرض اللي يصير عنده شي يجيبوا مي منه وغسله ودند لأولادهم بقلبه. بتذكر في جمازة بنص الطريق بين عكا وبين الزيب، شجرة كبيرة كبيرة، وجابوا اليهود ما خلوا شيء، انفجارات شو ما يجيبوا يحطوا عليها بدين يطيروها، وما اللي يجيبوه يخرب. جمازة سعد الدين موجودة لهلا حجة؟ بعد هلا موجودة مشتاقة لبلدي، مشتاقة لوطني.